الفنان والعازف أحمد عزيز جبوري اللي معانا مباشرة. أحمد، مساء النور. هلا، مساء الخير والعافية، وأهلا وسهلا بك وبتونس الخضراء. شكرا. هذا مباشرة من العراق يا أحمد. نعم، من العراق، من محافظة كركوك بالذات. الله يخليك يا سيدي، وتحية لأهالي كركوك. يا هلا بك، إن شاء الله تكون ضيف الكركوك إن شاء الله يا سيدي، العزبة. إن شاء الله أنا يا سيدي، إن المعز. شاء الله. الله ينورك، الله ينورك، يعطيك الصحة، وإن شاء الله حبيبي أنت زادة جينا لتونس ونفرحوا بك. أنا حاولت انت. في تقديمي طبعا لهذه الآلة، آلة الربابة، هل إنه مازال استعمالها في وقتنا هذا يا أحمد؟ استعمالها قليل جدا، بس أني من حبي للتراث العراقي وهذه الآلة حبيتها منذ الطفولة، فتعلقت معي بشكل كبير جدا، وأصبحت في قلبي كشجرة القلمتوز التي تصل جذورها إلى الماء، لا تحتاج إلى من يرويها، فأصبحت صديقتي كالهواء، كالتنفس، كالحياة. جيد، يعني علاقة وطيدة. علاقة وطيدة جدا، وإن شاء الله، وأني استطعت أن حول الرباب من القرية إلى القضاء إلى المحافظة إلى العراق إلى الوطن العربي إلى العالم. نعم، أنت عاد عندك شعبية كبيرة ما شاء الله، يعني عزفا الحمد لله. وغناء. شنو رأيك خلنا بدوها غناء الليلة وعزفا معاك، نسمع الربابة مباشرة. نعم، نسمع مباشرة، وعتابة العتابة العراقية هي من قمم الشعر الشعبي في العراق. نعم، فنبدأ. أحباب كاملين العقل والروح، أحباب كاملين العقل والروح، أحباب كاملين العقل والروح، وعليهم لا نحس الجدم والروح. جينا 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 بلا الشوق، يا ويلي. جينا من الشوق والروح، وشوف العزيز من الأحباب. جينا من الشوق، يا ويلي. ارجاك 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 طوال الليل والدلال، ارجاك طوال الليل والدلال. طوال الليل والدلال يرداك، وقطار العمر يا مدلول جرى. ذهب ذهب ويظل عليك بعوج يا عيوني. Thank you.
وطوال الليل والدلال يرجاك، وقطال العمر يا مدلول يرجاك. ذهب ذهب ويظل عليك بعوج يا عيوني. ذهب ويظل عليك بعوز يلقاك، ويا لولا نخامهم حلوة على أنا المال شغل هين والخاطرك مريت يا ويلي. هاني يا أنا المال شغل هين. العين 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 عمية العين، لا 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 عمية العين والله لا عمية العين، بشوفك تراها الطيب يا ويلي. لا 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 عمية العين. يعطيك الصحة. اي طبعا ما زلنا باش نستمر ان شاء الله بعد شوي، خلينا نتحدثوا شوية. ويعطيك الصحة، يعطيك الصحة على العزف والعتابة هذه. فالآلة هذه اللي عندها رونقها وعندها أيضا إحساسها اللي يدخل يعني مباشرة هكا يدغدغ شوية مشاعر الجمهور. وعندك سنوات سنوات طويلة يا أحمد مع رفقة يعني مع هذه الآلة، آلة الربابة، اللي منذ الصغر بعدها تنوعت شوية. أنا حسيت الربابة تفرق شوية في مصر مش كما في العراق. أنتم صندوق لا يعني. تفرق تفرق، نعم تفرق. الربابة في كل مكان تفرق، يعني حسب البيئة الموجودة وحسب الجمهور الموجود. هي وتر واحد ولا شنو بالضبط؟ لا لا، من يصير وترين مصر الربابة. أي هي وتر واحد وصندوق مستطيل. أي نعم، صندوق مستطيل وخشب اسمها رقبة مالتها، هذه تصير من الأشجار أنت ذكرتها بالمناسبة. صندوق صندوق اللي هو أني أحمل المعدن أصلا، أي يسمونه يعني إحنا عندنا بالعلاقة نسميه قلن، قالوا أها هو صندوق. ونكمل الرقبة مالتها عند نجار مضبوط بحيث تطلع بشكل يعني حضاري، والمفتاح مالها نفس الحالة، والشعر مال الحصان رفيق الإنسان في الصحراء وفي أي كل طبعا مكان. أكيد طبعا. نواصل حديثنا ونواصل مع أحمد. الربابة هذه اللي موجودة في العراق، موجودة أيضا في سوريا، موجودة في عديدة هي الدول وفي مصر. نعم، في مصر وفي سوريا وحتى في لبنان. نعم، لأنه هي آلة بسيطة، آلة بسيطة بمكوناتها، ولكنه في عزفها وأدائها تكون كبيرة. هو صنعها سهل لكن عزفها صعب. عزفها صعب جدا صعب، ولذلك الناس الآن تعاني معاناة كبيرة من أن تتعلم على الربابة، لأنه هي العزف عليها ليس بحروف مكتوبة حتى واحد، مثل الكمان، مثل العود، مثل القانون، الجيتار، ولذلك تكون صعوبة العزف على الربابة من التوافق مع ضرب الأصابع على الآلة وسحبة القوس. يعني إلا في أنا بالنسبة لي أخوك تعلمتها خلال 3 أيام أو أقل. 3 أيام. وشكون علمك؟ شكون؟ 3 أيام، لأنه عندي رغبة كبيرة شديدة جدا في هذا الموضوع، أي أحمد. ولذلك عزف عليها
تعلمت وحدك ايه. ولا فما شكون هو اللي يعلمك؟ لا، وحدي تعلمتها، وحدك. وحدي تعلمتها، لانه صنعت هذه لي وبدات اعزف عليها، يعني بحيث انه 3 ايام متتاليه، انا ما اعرف شلون عشت انها 3 ايام متتاليه مع الربابه، واستطعت ان اعزف واتعلم العزف، وقمت اطور العزف يوميا، يوميا يتطور عندي العزف. ما شاء الله، أهو جيد. واحد يحفظ العزف في 3 أيام، يعني هذه الشطارة وحذاقة منك. نعم، إن نعم، شاء الله، إن شاء الله أكون من حسن ظنك، من حسن ظن هذا التعبير. يعيشك. نرجع الله يسلمك. للربابة ونرجع نسمع شوية. أنا مرة من المرات سمعتك عتابة على النازحين، حاجة كحزينة شوية نوعا ما، تتذكر؟ النازحين، أي أي نعم، أتذكرهم، لأنه يعني أنا كاتب لحد الآن العتابة 600 بيت عتابة. ما شاء الله. ولذلك هي أراد لي كمبيوتر أضغط عليها حتى، لكن راح أعطيك بيوت عتابة حلوة قريبة عن النازحين. يلا مباشرة الليلة في سهر الليالي. شكرا. حياك. Thank you.
لا يسلم شفت عاديهم بالعراية ولدت بس المواتع والنهار بالعادي شوية مهلونتها والروادع هم يا وحيلي لا 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 شوية مهلومية ذلولي ذلولي ولا ذلولي ولا ذلولي ولا ذلولي ما تلحق بجفيني لا 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 الله يعطيك الصحة يعطيك الصحة. وهذه عتابة يعني حزينة كما يقال. هل إنه آلة الربابة يعني ارتبطت ممكن العزف الحزين؟ لأن أي واحد يسمع الربابة مباشرة هكا يمشي لهالمشاعر الحزينة يعني. نعم هي الربابة على ما أعتقد يعني أنه هي صنعوها بعد 1256 يعني خاصة في العراق. نعم 1256 سقوط بغداد على يد هولاكو. فمر العراق بأحزان وسقوط وراحة الدولة وجا المحتل، فكل من يغني على ليلاه على طريقته الخاصة، وصنعت الربابة من ذلك الوقت لأنه قبل كانت القيثارة والعود وكلها موجودة، أما بعد السقوط فأصبحت الترانيم والمقطوعات الشعرية البسيطة والعتابة والزيري والسويحي والنايل وهذه كلها تغنى على آلة الربابة، واللي انصبغت بالصبغة الحزينة منذ ذلك الوقت وأخذت هذا الطابع إلى هذا الوقت. نعم يا سيدي هي الليلة إطلالة، يعطيك الصحة يا أحمد. أنا حبيت نشكرك جزيل الشكر يعني أول حاجة على تلبية الدعوة، ثاني حاجة أن نسمع الربابة معاك ونستمتع، وحتى الآلة هذه لا تغيب وتكون موجودة وتحافظ. صحيح الآلة كل الآلات الموسيقية تتطور مع الوقت، إن شاء الله زاد الربابة نشوفها في شكلها الحالي لكن مع تطوير زاد شوية يتماشى زاد مع العصر ويتماشى زاد مع الأذواق الحالية وتبقى نغمتها محافظة على نفس النغمة الأصيلة الآلة الربابة. أنا تحية من خلالك طبعا لجمهورك الناسك اللي يحبوك برشا يا أحمد، وطبعا تحية للعائلة وتحية لبنتك أيضا رفقة يعطيها الصحة وللعائلة الكل أكيد. يا ميت هلا يا حبيبتين كل الهلا يعيشك يا أحمد، نورتني الليلة حبيبي. وانت منور، بالعكس انت من اخرجتني كالقمر عندما يكون لبن 14. الله الله قوية هذه منك. انت ذواق وتعرف شلون تصوغ. يعيشك بارك الله فيك يعطيك الصحة، إن شاء الله ديما منور ومزيد إن شاء الله من التوفيق ليك، ونلتقي على محبة بإذن الله. شكرا أستاذي حبيبي، شكرا.